أيوة فندم. شفته. قدامي اهو. حاضر، هنزل على الوزارة حالا. حاضر. في رفض؟ ايه ده؟ إن هذه الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمتنا، وإن مصر التي هزمت الإرهاب من قبل لقادرة بتصميم وإرادة شعبها العظيم على دحره والقضاء عليه. فمصر لا تدافع عن نفسها فقط، ولكن تدافع عن الإنسانية بأكملها من هذا الخطر المحدق بها. إن مصر تحتفظ بنفسها بحق الرب وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية. ولقد دعوت مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد فوراً وبشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف. بالتزامن مع الضربة الجوية اللي هننفذها على مراكز الإرهابيين في ليبيا، هننفذ عملية نوعية على العناصر اللي احنا رصدينها واللي قدرت توصل للطريق الساحلي للشيخ زويد، والمطلوب تصفية جميع العناصر دي قبل ما تقدر تختفي داخل سيناء. مجموعة العمل الخاص جاهزة للتنفيذ يا فندم. ثابت يا رجاله، سيبوا الكشاف يعدي. اسماعيل وصل لابوه بعد العربيه الثالثه. فجر العبوة موجهة اسماعيل. فجر اسماعيل. تمام يا فندم. تمام يا فندم.